الحمد لله يا سلامة، كل شيء معاش تمام، وعارف كم أنت متشوقة للولادة، ولكن أباش تحفظين رقم 1000. هالرقم يرمز لأول 1000 يوم من النمو والتطور للطفل، تنقسم إلى 270 يوم من الحمل، 365 يوم من السنة الأولى للطفل، 365 يوم من السنة الثانية للطفل. وأذكرك يا سلامة، منظمة الصحة العالمية توصي بأن يكون غذاء الطفل من حليب الأم حصرياً لعمر 6 أشهر على الأقل. بين 6 أشهر والسنتين أنصحك بالاستمرار بالرضاعة ما أمكن، مع إضافة الطعام تدريجياً. خلال هالفترة الطفل يحتاج 3 ملغرام من الزنك يومياً و400 وحدة دولية من الفيتامين دي. أما بالنسبة للحديد، الطفل يحتاج 11 ملغرام يومياً بالسنة الأولى و7 ملغرام في السنة الثانية. وبما أن عدد جلسات الرضاعة باليوم تتراجع، فلازم الطفل يأخذ احتياجاته من الطعام تدريجياً. في البداية ضيفي كربوهيدرات، وبعمر 9 أشهر ممكن تضيفي ملعقة أو ملعقتين كبار يومياً من البروتين، ثم 30 جرام من البروتين بعمر السنة. وايد مهم نؤسس صحة الطفل بطريقة صحيحة. والله يحفظ عيالكم وعساكم دوم بصحة وسعادة.